مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما زال الفيديو اللي تبارطج على نطاق واسع أمس الاثنين، ليلة الأحد والأمس الاثنين، بخصوص ذيك الدرية اللي كانوا عروها شي براهش وتحرشوا بها في مدينة طنجة، وهي كانت خارجة بواحد اللباس اللي كان قصير. ففي إطار الأبحاث والتحريات اللي كتقوم بها الشرطة، مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة في بخصوص هذاك الفيديو ديال التحرش الجنسي والعنف في حق فتاة بالشارع العام، أفادت الشرطة القضائية بمدينة طنجة مساء أمس الاثنين أنها نجحت في توقيف 3 ديال القاصرين آخرين متورطين في هذه القضية، كتبلغ الأعمار ديالهم 15 سنة، وتم إخضاعهم للبحث القضائي اللي كيجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقبل كانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة قد تمكنت نهار الحد من أنها وقفت قاصر أول عنده 13 عام والشباب تورطوا في هذيك الواقعة ديال التحرش الجنسي والعنف في حق هذه الفتاة. الواقعة اللي كيف قلنا مازال كتعرف ردود فعل قوية من جمعيات، من مؤثرين، من شحال من واحد كيخرج كيهضر في هذه القضية وكينتقد علاش التعامل ديال دوك القاصرين مع ديك الدرية. والجميع بزاف ديال الجمعيات اللي أدانوا ديك الواقعة ديال التعنيف والتحرش، كل اللي سماها محاولة هتك عرض لشابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين والرشداء، مع العلم أن الفيديو أغلبية اللي كانت تماك وقال غير القاصرين، والأمن لحد الآن اعتقل غير دراري قاصرين. فالعديد من الجمعيات والمؤثرين انتقدوا هذه القضية وتفاعلوا مع هذا الفيديو، وكان تفاعل أيضا ديال الإعلامي صامد غيلان اللي حتى هو تفاعل مع هذا الفيديو، وكان الفيديو ديالو تبارطاج بالأمس على نطاق واسع كيهضر فيه على هذه الواقعة. السلام عليكم. شوفوا بكل صراحة، حقوق الإنسان شي حاجة مزيانة بزاف، حقوق الإنسان شي حاجة واعرة، ولكن بعض الأحيان ما كيصلحش ديك الشيء. وراه في الدول المتقدمه ومتطوره جدا واللي كنعطيو بها المثال، راه هما كيديروا قوانين كيجمعوا بهم عباد الله، ما تبزقش بالزنقه، قطع من الشانطي من البلاصه فين خاصك تقطع، تقي شي واحد يغبروك. بطبيعه الحال حقوق الانسان مزيانه، كل شيء مع حقوق الانسان، ولكن كيفاش حقوق الانسان تطبقها مره ومره ما تطبقهاش. الجميع ادان هذاك الفعل اللي داروا دوك الاطفال، وكاع بنادم كاع اللي مشى بعيد وانتقد الدريه وقال لك لا راه هي اللي سبب داك انها خرجت عريانه، وكل ما كانتش خرجت عريانه راه ما غاديش يتحرشوا بها ولا يديروا بها الدراري. ولكن داك الفعل كيف قلنا راه مجرم، ولكن ما توصلش على اننا نتعاملوا معهم بحاجه اللي خارج القانون وخارج القوانين اللي كتحترم حقوق الانسان. راه هادشي اللي خاص قوانين صارمه، وخاص نلجموا عباد الله، وخاص واحد النوع ديال الناس يتخلعوا. وما يمكنش السيده غادا في الزنقه يجي يعريوها وسط الزنقه ويقول لك في الاخر قاصر ديال 14 عام. بعدا كنشكروا الجهات الامنيه اللي دارت خدمتها وشدات هذاك الدري وغتشد صحابو حتى هما كاملين، ولكن راه ما يمكنش يبقاو عباد الله غاديين في الزنقه مخلوعين. ما نزيدوش عاوتاني نزيدو فيه عاوتاني اننا حنا ماشي في بلاد ديال السيبه عاوتاني، حنا الحمد لله في بلاد الامن والامان، كاين الامن ديالنا، ولكن ما كاينش وصلت ديك الدرجه ان بنادم بغى يخرج غادي مخلوع في الزنقه. الحمد لله حنا ما وصلناش فحال شي دول اخرى اللي كبيره في هادشي ديال التحرش، ولكن نحن متفقين على ان كاينين قوانين خاصها تطبق، هذا هو اللي كاين. ولكن راه نساش هادو القاصرين، لان هادشي تراكم، ما بقاتش غتشد بنادم وديه للحبس، بقات في التربيه في التعليم. شنو دايرين في التعليم؟ شنو دايرين في التربيه؟ شو الواقع الحاله؟ بلا ما نهضروا على مؤخرا دوك اللي غاديين يحرقوا، ملي ولا غادي دري 14 عام و15 عام و10 سنين قالك باغي يحرق، هذا كيعطيك الواقع اللي كاين. راه واخا دير 100 قانون وسميتو، انا ما خدمتيش في التعليم في التربيه، راه ما كاين والو. غدا تكون بنتي ولا مراتي ولا امك ولا اختك ولا خالتك ولا اي واحد تلقى هي بسليب في الزنقه، واش كيجيكم هادشي عادي؟ هذوك البراش اللي كيكونوا دابا دير لي تحسين هكا ونقطع ليها، هذاك من الاول خاصك ديتيكتيه،
خاصك دير شي واحد حاضي. راه بزاف هادشي راه لا يعقل. ولا يعقل في الحقيقة نيت، ولكن عاوتاني ناخذوا بنادم الشبهات هذا راه ما يمكنش. انت كتقول على انك انت غادي في واحد الطريق ديال الديمقراطية وحقوق الانسان، فمشي اي واحد شتبه غير في التحسينة ديالو فتشدو ديال الحبس، هادشي لا يعقل. والمشكلة هي ان هادشي عندنا منتشر ولا كاين واحد الفيديو صدماتني انا ديال واحد السيد قتل ولده عنده 9 سنين وفي اخر المطاف صحابو كيدافعوا عليه كيقول كان خدام على وليداتو كيعرق عليهم ربعة المنافقين. السيد فرشخ ولده فرشخو تقتلو الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله، والله يصوبوا صافي. كيجي كيقول لك لا والله الا كان خدام على وليداتو خاصهم يفهموا، اش غيفهموا؟ كون ما جات واحد المراه وقالت الحق قالت لهم هادو كاملين منافقين وداك السيد يستحق الاعدام، شو على عقلية كي دايرة؟ يعني انه شحال واحد كيتفرشخ قدام عباد الله وكيجيهم داكشي عادي، شحال واحد معدير ولادو قدام. راه هادشي اللي قلنا عليك في الاول، راه كيستون ديال التربية، كيستون ديال القراية، كيستون ديال الوازع. بنادم كيبلا يشوف الطايفة قدامه ما كيبغيش يفكي، ولا بنادم ما مسوقش، ولا بنادم عاوتاني كيقول لك انا دخلني لهاد السوق ولا يدخل سوق راسو. حتى الاخر في الفيديو اللي نايض عليه ضجة، حتى الاخر على جا واحد وحاول على انه يبعد البراش وجرها ودافع في حاله عباد الله وكيجيهم عادي. حنا فرحين في الكومونتيرات، الكومونتيرات ونشدو شي واحد نبقاو نسبو فيه ونقولوا ليه علاش، لانه القيام والانسانيه وما عرف شنو، وفي الاخر ملي كتجي تشوف الواقع يندلو الجبين تبكي، وحتى شي واحد ما يبغيك تدوي عليه حيت كلشي مثالي وكلشي زوين. حتى واحد ما حتى حاجه ما مثاليه وحتى حاجه ما زوينه، ولكن شوف السلوك ديال الدراري مدان هادشي ما نهضروش عليه، ولكن عاوتاني بزاف ديال التعاليق هضرت على القضيه. اللباس اللي خرجت به السيده هي راه شويه مشين، راه عندنا حنا الاخلال بالحياء واخلال، راه عندنا حنا تهمه في القانون الجنائي، فبنادم حتى هو احترم راسو بلا ما نهضروا بطبيعه الحال. اللي غتقول لي لا راه كاينين وحدين اخرين كيتحرشوا بالناس لابسات وكذا وهذا وما عليناش كيتحرشوا بهم، هي راه قلنا في الاول على ان السلوك التحرش راه داك الشيء مدان وتا واحد ما كيقبلو. ومن يقول لك راه واش واحد يقول لك لا يقول لك لا 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 خطير ولا ماشي واش كاش يدعم لي ديال وكان طالب بالتعاطي مع عميل في حقوق الانسان بطريقه مغايره اللي يقولوا فيه قوانين كتلجوا عباد الله تقلعهم. تعاطي مع عميل قوانين حقوق الانسان اشنو بغيتي دير مثلا؟ بغيتي تشدد العقوبات؟ شحال واحد ما عارف شنو واقع في السجل الداخل، واش كتعتقد على ان السجن اللي فيه الاكتضاد على ان كتوقع لبنادم اصلاح في السجن؟ بالعكس، اغلبيه الناس اللي في الحبس دابا كاينين صحاب مره وجوج وثلاثه كيخرجوا كيعاود يرجع كيخرجوا عاود يرجع. علاش؟ كيلقى راحته في السجن قرر ما كيلقاها برا. الاكتضاد فاش غيخليك دير شي اصلاح ولا اعاده الادماج؟ الحل ماشي هو تدخل بنادم للحبس، الحل راه كاين في التعليم وكاين في التربيه وكاين في امور اخرى مهمه اللي خاصها الدار. اما هادشي ديال نبقاو كل مره تجي يوقع شي فيديو نبقاو نهضروا ولا هادشي ماشي معقول ولا هادشي ما خصوش يكون، هادشي راه دائما غنبقاو نقولوه غنبقاو نديروه في الاخر غنرجعوا ودوز هاد الحمله ودوز هاد البوز وصافي ونقطه ورجع السطر.